وزع حكومة وزع حكومة يعني الحكومة بدها تشغل ناطور عند اللي خلفوك ده حريص سندك لك اشتريت شوال شمنتو خبهني ما ضروا يتحطوا قدام عيونه لجودي بتعرفوا لهذا مثل الجعال ما بنحط قدامه لحمة المال السايب بيعلم العالم السرقة والأولاد ابي ما سمعوا بهالمثل لا سمعوا فانا كمان في مثل تاني بقول السلطة في خدمة الشعب ولا انت ما سمعوا فانا خلاص ولا خلاص ما بدك عم تكذبوا كمان لا تطول على السلكة لسانك بقطعوا وانا سيدي خليني اخذه في عفلة لا خلاص ولا ما سمعتوا عم يقول ما هو قال هالمرة قال عن جحشنية ما بقصده مظبوط ما قصدي عن جحشنية انت جحشنية سيدي شو هلا مشان كيس شمنتو روح اشتري غيره شو انا ما فاضي الا لإلك ولا جودي معلش سيدي هذا المؤاخذة ليش شوفاني وراكم كل نهار عم تكشوا دب بعين ما قصدي كمان عم جحشنية هاي خلاص ولا ليك ها اذا بتغلط كمان مرة بخلي حسان يربيك عن جد ما راح سامحك ليش كمان مرة سيدي ابو نادر ضروري المواطن يغلط 100 مرة لحتى السلك يربى ويرفعه فلا حاجة مرتين روني لعبة وفرنا بريحة طيبة خلصني احسن ما تغلط لك شي غلطة تالتة وتعلق بيك حسان ترى ما راح تراجع عن كلمتي ها ماشي كتر خيرك ابو نادر السلام عليكم مع السلامة حسان مع السلامة العمى بعيونه صار له عمر بيسرق وجوده ما عرف يجي يشتكى على هنا الا وقت غسلنا ثيابنا عرفتي لك ليش جايبه لهي لهون ليش؟ هيك ما جايبه هيك اه جايبه اه معلش خليه هيك يحترق قلبه لهذول الشرطه بيعرفوا انه هذا المواطن هيك بيحس باحساسه لهذا المواطن يا حرام هذا شو مواطن لا اسعد ولا لك انت معجوده مانك منفذ بدك تنفذ مع الحكومه؟ لا لا يعني شو بدها تسوي الحكومه؟ بدها تاكلنا ولا اسعد ولا الحكومه ما بس بتاكلنا لك بتاكلنا وبتقرمشنا وبتبلعنا وبتخ ولا اخوي قوم فهمه قوم بتعرف لو صهري انك بتروح فيها لانه حسب القانون يعتبر هذا تعدي على املاك الدوله لانه الزي الرسمي بالقانون ما له ملك لصاحبه ملك للدوله اذا ضيعه الواح بيتغرم فيه شو قلت يعني شو يعني هلا انتقلت اخر الشيء شو لازم اسوي انا لازم ترجعهم لو صهري احسن ما تتبهدل خلص قول هيك بالاول شباك العم اسالك صحي برجعهم خلص برجعهم من بكره على بكره بس هلا ما بضلوا على المغفر ما بضل حزك مزيك اختي تعملي لي سندويشه مكدوس اذا بتريدي وحش انت وحش سباق الخيل جري سباق الجحش ان شاء الله اذا سباق الجحش ليش مانك مشارك فهنا؟ ما قبلونا شو وين رايح؟ ما دي حاجك وين رايح؟ ولا محل اذا ولا محل شو هذا اللي شايله معك؟ شو هذا اللي شايله؟ ما شايل شي لكني ها حاجك شو شايل شو ما شايل بعدين؟ شو يعني الشغلة سر؟ اي سر ما لك على وقتك انا شك عم تحكي معي شو قاتل لك ابوك انا؟ بعيونك بقطعك لك بقطعك اسمع بدك اياني هيك وقف لك باستعداد وضرب لك بيت تحية وبيت سلام لك احمد ربك اني ما قوصتك ولا العمى في عيونك عيونك صحي ما قلنا موسك وجدانك انت شرش الحي عندك طاقة طاقة اشبك ولا شبك هيك معصب ونرفز على بكرة الصبح ولو اللي بوسك هيك ومزعل حالك اشو عامل لك انا شو يعني سرقت لك جيش انا مبارح اني متبكر ما قربت على جيشاتك رايح لك جيش ولك حدا جاب سيرة الدجاج ولا لك ما موتني بعيلتي الا لما تغشمن حالك قز الارض جاكلك صحي لما في عيوني عيونك يعني ما لك خبر بالشمنتو ما هيك شمنتو مشان شو الشمنتو يعني عم تعمل لك شي مشروع ما دا حشاو اسعد هلا بتتاخروا كيفك جارنا علينا علينا جارتنا الحمد لله ايه عشو بيتاخر الهبة ولا لك شايف الهبة العمى لو كنت انا مدير الناحية
الا عمك انت فرمت الضيعه فرم. يلا تشوف بدي اياك تروحي ثلاث فشخات ثلاث رجعات ماشي عسكريه الدومه. يلا تشوف واحد اثنين ثلاثه واحد اثنين ثلاثه اربع لفي اثنين ثلاثه اربع يلا ضحيه عسكريه تشوف بالعداد هاي تحية ولا صرماية هاي تحية العمى بعيون عيونك بدك تعطي تحية بالعالم والناس ولا بدي كسر لراسك بدي الأرض تهز تحتي يلا تحية بالعداد يلا تشوف أسبل لك العمى في عيونك ما سمعتني أسبل ولك شبك ليش ما عم تقسم لي؟ لك ما لعلك ما لعلك التحية ايه؟ لك هلا مين ولا؟ لسيدة لهم العزة احترامي سيدي حياتي انت سمعان بشي اسمه فريزا ثلاجة قطب متجمد شمالي جنوبي ها سمعان بيهن ولك والله لجمد الأكسجين اللي بسناعيمك يا هم لالي يا هم لالي انت ولك بدك تعلم على السلك خير سيدي نشوفها والله يا حبيب قلبي ما بغير كل خير شايف البحر الازرق هذاك اللي وراي شو بيبقى آخره قبرص سيدي قبرص اها مضبوط قبرص ولك والله لخلي عواك يوصل لقبرص والله اخذوه جيبوه سيدي سيدي خلاص قضبنا المجرم قضبناه مجرم انا مجرم لك مجرم وستين مجرم موتتنا من البرد لك حولت من سرقة الجيش لسرقة الغسيل لهوي غسيل غسيل السلك معقول هالشوفة لك انا مجرم انا ما دحشني ما دحشني خذوا قدامي خذوا قدامي لا المجرم لشوف امشي ما دحشني هذا اسعد ما دحشني استغلك يا صحميتك يا جودة عن صحي عواء بده يوصل لأبروس والراحة اللي أكلها رح يبقى شي من فوق وشي من تحت لا شو له حرام عليك لا أو لا جودة سكر راسك لجوا سكر سكر بده أخذه معي أحقق معه وأدبه يا مط الله شو تاخذه تأدبه مش هو مش هالفلا سيدي بس فلك هاي المرة خلي الفلقة علينا ثاني مرة شايفين هذا الجبل شو بي وراه؟ البحر سيدي البحر البحر الازرق وشو بي باخر البحر الازرق؟ قبرص سيدي قبرص بس ولك بس والله لا خلي عواك وعواي وصل لقبرص اذا ثاني مره بسمع بس انك ناشر انت ويا غسيل السلك قدام رايح وجاي فهمت؟